مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. يلا عشاق القهوة تعالوا بسرعة، اعملوا الوصفة دي تحفة، الطعم رهيب رهيب رهيب، طعمها جميل، بتدوب كده بالبق، وفي نفس الوقت لعشاق القهوة بجد هيموتوا في اللي فيها. أسيبكوا يلا معاها. يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة حبايب. إن شاء الله بسوي معاكم اليوم حلى سهل وسريع، بارد والطعم خطير. طيب أنا بعمل معاكم الحين، عندي كوب حليب، وعندي كاكاو بودر، وكمان بسكت بتبور، ودريم ويب واحد، كريم كراميل واحد، جيمر اثنين، وعندي صحن حط فيه قفشة من الكاكاو، سوري قفشة قهوة مع ماي. يلا نبتدي مع الوصفة على طول. نحط بالبولة أول شغلة دريم ويب أو الكريم شانتيه يعني، وراح نضيف الحليب بارد. كوب حليب بارد. طيب هنبدأ ان احنا نعملهم، نخلطهم مع بعض، وبعد ما يتخلطوا والقوام يبقى اوكي هنضيف واحد دريم ويب ومعلقة كبيرة من النسكافيه، وكمان هضيف علبة الجيمر. تمام، هضرب الاول دول، بعد احط علبة الجيمر بتاعتي. انا استعملت بالوصفة علبة واحدة، كافي كعلبة. بس كده تبدأ تعمليهم ميكس كويس مع بعض. انا بس ليا هنا ملحوظة كده واحنا بنضرب اقولها لكم، يا بنات جربوا الدريم ويب العلالي تحفة. انا دايما اخد اللي هو التاني اللي بستعمله على طول معاكم، بس العلالي طلع رهيب، قوامه تحفة. تمام، دلوقتي هحط طبقة الخليط، طبقة تكون طبقة مش هينة، عاوزاكي كده ما تيجي تاكلي تاكلي كده غيمة تحفة تحفة. بعدين هنكرر عملية البسكت، هنحط برده بالقهوة ونرص فوق الخليط، وبعدين نحطها مرة ثانية خليط لين تخلص كمية البسكوت مع الكريمة. شايفين بقى هنا بنات، شايفين القهوة وهي طبعة على البسكت بتاعنا، القهوة التركي، القهوة التركي، بتحطوش قهوة سريعة الذوبان، حطوا كده تركي وجربوها، اثقوا بذوقي وجربوها، تحفة تحفة تحفة. تمام، بس كده. يلا هحط بقى الطبقة، بس حبيت اوريكم النقطة ديت الملحوظة دي، هحط دلوقتي اخر طبقة خلاص وكده. كده خلاص خلصنا، حطينا اخر طبقة بسكوت، بدأت احط طبقة الكريمة الاخيرة. حاولوا تخلوا الطبقة الاخيرة دي تكون طبقة مش هينة شوية. تمام كده، بصوا قوامها، عاوز اقول لكم تبقى ودك تاكليها كده بالكفشة، تحفة تحفة. يعني انا والله بجد كل ما باجي اقعد اعمل ايستنج لحلقة بصوا ببقى دايخة كده مش قادرة. انا المفروض ان انا اعمل ايستنج وهي لسه الحاجة عندي مش خلصت. المهم علينا، دلوقتي خلاص حطينا طبقة الاخيرة، بتسويها من فوق. هتجيبي بقى الشوكولات بتاعك، شوكولات باودر، وهتبدأي ان انتي ترشي من فوق. بس كده ترشي رشة من فوق، تقدري تخلطي مع الحليب مع الكاكاو باودر ده، حطي معلقة من القهوة لو حبة، مش حبة بس خلاص كاكاو باودر وبس كده.
او اي صوص بعمل فيه، عايزه تحطي كراميل اي حاجه، تحطي حرف، مش عايزه تعملي حاجه كده كده مظبوطه تمام. انا الفينش الاخير ده هحطه علشان خاطر عاوز احط حروف تمام، اللي هو بكيس الكراميل الموجود جوه الباكيت بتاع الكريم كراميل يعني، او بالشوكليت والهيرشز اي حاجه يعني، وعلى التلاجة لمدة ساعتين. من داخل شوفوا تهبل تهبل. شوف شو متماسكة تهبل يا بناتي تهبل، انصحكم فيها الكل راح يستانس عليها. عشاق القهوة راح يعشقون الحلا. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى إذا كانت عجبتكم الوصفة وسهلة عليكم، انزلوا بسرعة ضغطوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك سبسكرايب، فعلوا الجرس اللي جنبه عشان كل ما ينزل وصفة أو أنزل فلوج أو أي حاجة يوصلكوا إشعار على تليفوناتكم، والسلام عليكم.